وانا برضك عاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف، يعني احنا النهارده الحكومه مش هتعمل لنا كل حاجه، لازم احنا نبدا بنفسنا. يمكن دي كانت توجيهات السيد رئيس الجمهوريه، قال لك الحاجه الغاليه ما تشتريهاش. احنا عملنا الكلام ده وعمل صدى واسع جدا في كل محافظات. تعرف حمله مقاطعه السمك دي حصلت زمان، يجي من 70 سنه في انجلترا، وكانت من اشهر الحملات، فلانه برضه كانوا في فتره من الفترات غلوا عليهم السمك جدا 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 جدا، فخدوا قرار طب مش واكلين سمك بالظبط. وبعدين انت النهارده انا زي ما قلت لحضرتك، انت في مدينه ساحليه، يعني انت النهارده حتى الناس اللي بيجوا وافدين من جميع المحافظات عشان ياكلوا اسماك، لما انا النهارده ادخل سوق اكل اكله سمك وادفع 2000 و3000 جنيه حرام ليه؟ والله يا حرام. انا بناشد حضرتك واتمنى ان يتم الاستجابه من اهلي واخواتنا في القاهره، وبالاخص اصحاب مطاعم المأكولات البحريه. احنا عاوزين نتمنى التعاون من القاهره بجميع انحائها، لازم يتم المقاطعه. وعاوز اقول لحضرتك أصحاب حاجه كمان، اصحاب المطاعم استحاله برضو هيخش في الحمله بتاعت المقاطعه، لان هيجي يقول لك انا لو قطعت انا اللي هخسر، ما المطعم مش هيشتغل. ما هو انت هتاخد غالي وهتاخد سمك جودته مش ممتازه يعني. والحاجه الثانيه كمان انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، يمكن دي من خلال برنامج حضرتك، احنا كنا قايلين ان المقاطعه هتستمر لمده اسبوع من الاحد للاحد. فانا بعلن مع سيادتك احنا قررنا حتى يتم تخفيض الاسعار بما يرضي الله ويكون في متناول جميع الفئات سواء الفقير او متوسط الدخل او محدود الدخل، ان احنا كملنا في المقاطعه حتى اعياد الربيع في شم النسيم. الله. يعني مستمرين 16 يوم بدون شراء سمك. يا ساتر واستر يا رب.